كم يعني بقول لهم طبعا ولادي حاسس انك خجلان قوي. لا هو كلام طبعا يعني هشام بيزود فيه شويه، انما في الاول والاخر انا اتمنى تعبت لهشام. معاه برضه، تعبت معاه كتير. لا هو لعيب كبير، هو عنده امكانيات. هو زي ما بيقول لك، انا قلت له اول ما جيت قلت له حاجه، قلت له انا مش عارف ليه انت ما بتلعبش منتخب مصر، وبعدين قلت له انا عرفت ليه انت ما بتلعبش منتخب مصر. وهو ده الكلام بقى اللي هو اتصلح في السنتين اللي فاتوا، هو يستحق دلوقتي يلعب منتخب مصر. على الحته القدمانيه شويه. لا هو كان عنده شويه في الناحيه الذهنيه شويه، عنده انه لو اتخبط خبطه جامده او حصل له حاجه يعني يبقى عنده مشغول شويه. اتخض شويه. انما ما شاء الله السنه دي كان بيعمل حاجات غريبه، يعني ممكن يدخل يعني يخش في حيطه فاي حد ما شاء الله. ودي اللي كانت ناقصه. لكن هشام من اللعيبه اللي تحب الكوره تجيلها، ودي وانا كنت بقولها قدام فرقه كلها. وانا اعتقد ان هو انا كنت بقول له حتى السنه دي، انت لو يعني لو بعد النادي الاهلي لازم يبقى حاجه في اوروبا عشان ما يضيعش وقت، لان هو مختلف يعني، هو حاجه من ريحه شويه حسام غالي. ايوه على فكره طلعته الناس قالت عليه حسام غالي لما طلع يعني من اللعيبه ليها شكل استلام وليها تاثير. وبعدين هشام بيقدر يلعب زي حسام غالي في كل اماكن نص الملعب باشكاله المختلفه، لعب ثلاثه في نص الملعب، تلعب اثنين قدامهم واحد، تلعب واحد واثنين على الطرفين، يعني يقدر يلعب كل حاجه. ودي من الحاجات اللي تميز اي لعيب خاصة معايا انا، لو هو لعيب بيعمل كده يبقى انا مش هيبقى عندي مشكلة كبيرة في الملعب. لكن هو لعيب كبير وعندنا لعيبة كبار كتير تانيين، وداود لعيب مميز جدا. داود قدر يحاول نفسه برضه من مكان مختلف لمكان يعني مفاجأة للناس، لكن كان عنده ميزة برضه انه تأقلم لعيب كبير برضه، وكان بيزعل بعد كده اما احطه في مكانه القديم.